وبمناسبة الفيصلة يا كابتن، العقوبات اللي صدرت من الاتحاد العربي عقوبات هزيلة جدا جدا جدا. فكرة انك تقول وقف لعيبة 5 لعيبة سنة، ده تهريج. هو انت بتلعبها كل اسبوع؟ ده انت من السنة للسنة، يبقى انا استفدت ايه؟ على رأي اسمه ايه الشهير ده، وقفوا سنة عربيا، ايه انا استفدت ايه؟ يوقفوا سنة محلي، يوقفوا سنة محلي، يوقفوا 3 سنين عربي، يوقفوا 5 سنين عربي، احجب عنه المكافأة المالية. لكن تقول لي وقفوا سنة عربيا، طب ما ايه المشكلة يعني؟ اتوقف سنة عربيا يعني، يبقى دي مش عقوبة امام سلوك الجماهير السيء جدا اللي كان موجود. الجزئية الثانية، ايه 200,000 دولار غرامة في ظل هذا المظهر السيء على النادي الفيصلي؟ اكبر عقوبة وادب لجماهير الفيصلي هي حجب الجائزة المالية، وقف الفرقة 3 سنين 5 سنين ايا إن كان. انت مش بتعمل بطولة عربية عشان يبقى فيها بذاءة، او عشان يبقى فيها قلة ادب، او عشان يبقى فيها سلوك همجي. هي دي بس، هي دي النقطة. انت بتعملها عشان تقرب الناس من بعضها. هي دي النقطة. بدايين ان في حكام غيروا نتائج مباريات عديدة محدش تم الاعتداء عليه، ولا جمهور عمل هذه السلوكيات. هي دي النقطة. فبالتالي يجب ان تكون العقوبات اعنف من كده. مستر كوبر محتاج انه على المستوى الفني يا كابتن لازم يبقى بيغير شكل الاداء. يبقى مركز على الشق الهجومي اكتر ما مركز على الشق الدفاعي. انت هتستحوذ وانت مدافع؟ لا، عايزينك تستحوذ وانت مهاجم. لانك انت يجب انك انت تستفيد من مباراه غانا. مباراه غانا سجل النني بدري، لكنه ما قدرناش نحافظ على الفرقه على الفوز في الشوط الثاني، فبالتالي حصلت انتكاسه وخسر منتخب مصر بطوله افريقيا في التوقيت ده. فالاهم هنا ان يكون عنده الشجاعه الهجوميه في مباراتي اوغندا. ما ينفعش تلعب فيهم على انك تستحوذ وتلعب على المرتد. تمام. ما ينفعش، لازم انت مركز انك انت ضاغط اوغندا في نص ملعبها، عندك حرص وتامين دفاعي، عندك عزيمه واصرار على ادراك الفوز، مفيش حاجه تانية. حلو.